للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل التغيير من واشنطن مهند الفلاحي. مهند، أهلا بك من واشنطن ومن قلب عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. كيف لك أن تصف لنا الأجواء الحاسمة عشية يوم الانتخابات؟ أهلا وسهلا، بداية مرحبا بكم. أنا هنا وخلفي الوايت هاوس، البيت الأبيض. الإجراءات، آخر الأحداث وآخر الأخبار، هنالك إجراءات أمنية مشددة ومكثفة حول المباني الحكومية، حول الكابيتال، الكونغرس، حول الوايت هاوس، البيت الأبيض. هنالك إجراءات أمنية مشددة في الطرق تحسبا لأي أعمال قد يعني تحدث خلال الانتخابات، خاصة بعدما علق متشددون ومتطرفون وحذروا من حالة خسارة ترامب في الانتخابات، فإنهم سيقومون بأعمال عنف. هؤلاء اليمينيين كانوا قد بثوا صورا وهم يحملون السلاح كمجموعات أو ميليشيات مسلحة تهدد في حال تعرضت الانتخابات لأي اختراق حسب قولهم، لكن الشرطة والFBI وكل وسائل الأمن، الجيش الوطني هنا مسيطر على الأوضاع. والبيت الأبيض أصدر بيان أكد فيه بأن كل شيء يجري على قدم وساق بانتظار يوم الانتخابات. هنالك ساعات معدودة تفصلنا عن هذه الانتخابات المصيرية. نعم، نحن في انتخابات استثنائية كما تفضلتم في الخبر السابق، قد لا نرى النتائج بحلول يوم الثلاثاء في منتصف الليل كما حلت العادة، قد يمتد الموضوع إلى أيام أكثر، قد تصل إلى الأربعاء أو ربما حتى إلى الخميس في حال تساوى ترامب وكامالا، خاصة في ثلاث ولايات هي ولاية ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا. إذا تساوى أو تقاربت النتائج قد يلجأ أحدهم للطعن وقد يذهبون إلى موضوع العمل على سحب الأوراق وإعادة الفرز يدويا، وبالتالي هذا الموضوع قد يأخذ وقت، خاصة وأن الأعداد تصل بالملايين. نعم. هنالك ترجيحات بأن يكون إعلان نتائج الانتخابات ربما أن يستغرق وقتا أكثر وأن تكون عملية فرز الأصوات أبطأ. هل هذه الترجيحات هي بسبب ما قمت بذكره الآن مهند، بسبب ربما أن يكون هنالك ولايات متقاربة في نسبة الأصوات أم ماذا؟ دعينا نوضح هذا الأمر ببساطة. هنالك خمس ولايات متأرجحة، منها جورجيا، ميشيغان، ويسكونسن، بنسلفانيا. هذه الولايات في حال صوتت ثلاثا منها لأحد المرشحين سينتهي الأمر، سيصلون إلى فاصل 270 وهو عدد المندوبين المطلوبين لحاجز الفوز بالرئاسة. إن وصلوا إلى 270 أحدهم سواء كامالا أو ترامب، إن وصل إلى 270 سينتهي الموضوع هنا وستعلن النتائج مبكرا. كيف سيصل إلى 270؟ لكل من المتنافسين له سيناريو المحدد. هنالك الحزام الأزرق المعروف بولائه للديمقراطيين، وهنالك حزام الشمس كما يحلو للجمهوريين في الجنوب إطلاق المصطلح عليه. هذه الولايات هي مضمونة لولائها ومندوبيها لكل من المرشحين. تبقى الخمس ولايات هذه أو الست المتأرجحة، في حال حصل أحدهما على ثلاث من هذه الولايات فإنه سيعبر حاجز 270، الحاجز المطلوب ليكون الرئيس 47 للولايات المتحدة. أما في حال تساووا أو اقتربوا فسيعقد المشهد ذلك، وبالتالي ستلجأ العملية إلى إجراء عملية عد الفرز اليدوي من أجل أن يأخذ المندوب في تلك الولاية القرار، لأن المندوب لن يأخذ قراره إلا بعد أن يتأكد أن ولايته قد صوتت لأحد المرشحين سواء لكامالا أو لترامب. فالمندوب في هذه الولاية المتأرجحة سيبقى إلى اللحظة الأخيرة بدون أن يذكر قراره حتى يعرف من هو الفائز بالتصويت الشعبي
قبل أن يذهب هو والمجموعة الذي والتي معه للتصويت على شكل مجموعة المندوبين الخاصين الذين يصل عددهم إلى 538. نعم، نشكرك جزيل الشكر مهند الفلاحي مراسل التغيير، كنت معنا من واشنطن.